تجزم فعلا واحدا. نعم. يذوق فعل مضارع ولما لما لما اجرب يذوق هاتي هنا يذوق في المضارع أهم مجزوم وعلامة جزم بعد حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. نعم. والواو نعم. وعلامة جزم حذف النون. وعلامة جزم حذف النون. نعم. لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. والواو فاعل عذابي مفعول به منصوب. أو نوتي. عذاب لما يذوق عذاب اها مفعول به منصوب وعلامة نسبه ماذا ما اين علامة النسب هنا لما يذوق عذاب أين علامة النسب؟ الفتحة أين الفتحة؟ مقدرة على آخره منع من ظهوره ماذا؟ تيجي غاني فتح كويو لكوا كمانغا لما يذوق عذاب وشربا دي وانو تشيزي لما يذوق عذابي نعم ابو بكر نعم في اللغه العربيه كانت وين سوى مبروكه بارك الله فيك اشتغال المحل بحركة مناسبة للياء وشربا وغبا شنو جيتو لانه ياء يناسبها مالا الكسر kati tifiza gaba wanu fatha aita kati chigani fatha kukwe yuruka ishtiradu mahali jiharaka ni munasiba afa yutu ya uwe ako ubaji kweka neiga alasru adhani kati bwe kiba bwe kityo kiba nti bikasi bifatati mukaddara ala liyahi mahbuf naam qala taala thumma liyaqdu tafathan thumma liyaqdu liyaqdu وجلبا ليقضوا تفثوا اها علام ثم حرف عطف اها ثم حرف ماذا عطف اها يقضوا لام ماذا اها يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام وانغا لام لما لام الامر ولا الناهي من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا رأيت نعم وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة هو لو تتجر لنا شيخ محمد نعم والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل والواو مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل شيخ او واتجر شيخ واتجر نعم
تفثر تفث مفعول به منصوب بالفتح. تفث مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. والهاء ضمير مبني على الضم في محل الجزم مضاف إليه. وسكننا أول نعم. سكننا اللام الأمر لأنها إذا جاءت بعد الواو والفاء وثم تسكن. نعم. لينفق ذو سعة. لينفق علماء لينفق ذو سعة. لينفق مجربة اللام لام ماذا؟ ينفق فيه ماذا؟ آها آها وعلامة جزمه رأيتم لينفق ذو ما إراب ذو فاعل أحمر آها لأنه من إيه؟ أحسن لينفق ذو ساعة أها ساعة مفهوم به لينفق ذو ساعة مضاف إليه أها ذو مضاف وساعة مضاف إليه من حرف الجر وساعته مجرور أها وعلامة جره ماذا؟ الكسر وهو مضاف أها والهاء مضاف إليه أها مبني على ماذا؟ مبني على الضم في محل الجر نعم السلام عليكم نعم وعلامة جزمه السكون اها ذو فاء مرفوع وعلامة رفعه نعم وعلامة رفعه الواو نعم نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة نعم وذو مضاف وسعتي مضاف إليه مجرور بالإضافة نعم مجرور بالإي بالإضافة باب مرفوعات الأسماء انتقلنا إلى باب جديد على وهو باب مرفوعات الأسماء نعم فإذا سبق خصاصا نتجمل
قلنا على أن أدوات إذا ليس إذا من أدوات الشرط التي لا تجزم رأيت وهنا خصه في الشعر يقام مشيعي يوكا أقول لك تتجيل كسر تجزم يتكلا في الشعر خاصة رأيت تتجيل كسر نعم عطف جاء زيد ثم نعم طيب نتكلم عن مرفوعات الأسماء نعم سبق لنا أن الأسماء مرفوعة ومنصوبة ومكسورة أرأيت سبق لنا على أن الأسماء تكون مرفوعة وتكون وتكون مجرورة رأيت لن تجد اسما مجزوما كما لا يمكن أن تجد الفعل مجزوما رأيت الجزم من خصائص الفعل رأيت والجر من خصائص ماذا الاسم رأيت الذي يدل على أن هذا اسم العلامة التي تدل على أن هذا اسم رأيت ما هو الجر فهمت كما يقولون بالجر والتنوين بالجر والتنوين العلامة جر من خصائص ماذا كتي تجاو سانغيو اسم غير مجزوم نغبو تاسوبولا كوسينكا نايو فعل غير مجرور جزم بيغاتينا موشي يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب رأيت ويشترك ويختص الاسم بالجر ويختص الفعل بماذا بالجزم رأيتم يا مشايخ محمد واتكل الاسم اسم ايه نبيرا منصوب نبيرا مرفوع نبيرا مجرور مرفوع منصوب مجرور فعل نبيرا منصوب نبيرا مرفوع نبيرا مجزوم تسوبرا نبيرا مجرور كيف تجيزا نتي نوبيا وكنلك وانجر يا أسماء أتجزم يا شيء يا أفعال رأيت في الفعل المضارع نعم نعم ولا تكون مجزوما ولا تكون ماذا مجزوما رأيتم بمعنى فالاسم لا تكون لا يكون مجزوما نعم والأفعال تكون مرفوعة ومنصوبة ومنصوبة ولا تكون مكسورة والوائل أعوذ مرفوعات الأسماء التي تكون مرفوعا فأنت الأسماء التي مرفوعة أتي مرفوعات الأسماء منصوبة وتلي مجرورة المرفوعة إيه يعني المرفوعة فأنت مرفوعات الأسماء نعم وذكرنا أن الجزم يختص بالفعل وذكرنا أفهمتم أن الجزم يختص بماذا؟ بالفعل غير مبني أها وهو الفعل المضارع وهو إذا لم يتصل به أحد منين من التوكيد أو من النسوة يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما انتهينا من مرفوعات الأفعال انتهينا من مرفوعات الأفعال نعم الأول الماضي لا يكون مرفوعا الماضي لا يكون مرفوعا سبق أن قلنا على أن الماضي يكون مبني مبنية رأيت ومنصوبة ومجزومة ومنصوبة ويكون ماذا منصوبا أها وما ومجزوما ومجزوما رأيتم نعم إن دخلت عليه أداة النصب إن دخلت عليه أداة النصب وأداة الجزم رأيت نعم يا نعم إذا لم يدخل عليه هذا ولا هذا فهو مرفوع
إذا لم يدخل عليه علامات النصب أدوات النصب أو أدوات الجزم نقول على أنها مرفوعا. أما الأسماء فتقول مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. المراد بالمخفوضات أي مجرورة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء. هذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه، يعني المرفوعات من أسماء وهي سبعة، لأن العلماء اللغة العربية جعلوا اجتهادا عظيما. نعم. ومشوا في الفيافي والبراري. نعم. في الفيافي في البراري والفيافي في الفيافي والبراري في البراري والفيافي نعم. وفي كل مكان يتتبعون العربية من أهل العرب. بالي تمرungu مبي بدي كاو بدي شفو غاية تتبعون ماذا العربة بعند بنو نيرزابا ورب غير تيجي بوكو راج جيبو غيرام مشربا. قلنا على أن لا يمكن أو لا يسأل الإنسان أين الدليل على أن الاسم يكون مرفوع أو منصوب أو ما مجرور، وإنما هذا يقع بالتتبع والاستقراء. رأيت إلى أبانت وبن بجمانتي نبي تيارك أو توحيد الربوبية توحيد الألوهية نتوحيد واتي أسماء وصفات تولي ودليل وجمانتي أن توحيد الربوبية وبا ألوهية وبا تي أسماء وصفات نية حسب بتتبع آيات القرآن hujja kwesinkana nga imma ezogera ku tauhid okwawula Allah fi rububiyatihi zogera fil khalq wal amr wa tadbir fil khalq wal hayat wa tadbir ra'aita hujja kwesinkana nga bogera ayati zijja ku tauhid ki uluhiyya ngedi ki tauhidul ibada وشلبه نتوحيد الأسماء وماذا تبوز الدليل كتوانو هنا في اللغة العربية تتبوز شيء أنت أين الدليل على أن الاسم يكون مرفوع أو منصوب أو ما، ولكن علماء اللغة تتبع أهل العرب فهمتم الأهل العربية فوجدوا على أن إما الاسم يكون ماذا مرفوع أو منصوب أو ما مجرور. رأيت نعم كتي تينزو غامانغا كمايانجا نكو كروكارو. نعم. ليأخذوا عنهم مسألة من مسائل اللغة. ليأخذوا عنهم مسألة من مسائل اللغة. نعم. تتبع المرفوعات تتبع المرفوعات من أسماء فوجدوا أنه لا تخرج عن سبعة الأشياء. لا تخرج عن سبعة أشياء، فالأسماء المرفوعة لا تخرج عن عمن يا قال مرفوع تغفر ما كوجون ديزين مسامفو. رأيتم؟ نعم. الأول وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. الفاعل رأيت المفعول هنا قلنا أكل زيد الطعام. رأيت هنا أكل كيف نعرب هذه الجملة؟ نعم. أها
اها ارايت والمفعول ايوكبري المفعول الذي لم يسمى فاعله نعم مكيربا كاتوان تجا غامبا اوكيلا اون فاعل كاتي ايوكبري مفعول اها كاتي اوكيلا الطعام ارايت هنا هذا هو المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي يسمى نائب الفاعل رأيت فاعل واتيوغ دو إيه؟ المفعول اتيوغ دو فاعل و عبير مرفوع وتيت نائب تشي الفاعل خلق الله الانسان ويشربا فاعل وكوزي تشي ني خلق انسان اها سوسي خلق الانسان نوس وانو اريري دوا اميري نائب الفاعل ياسكي دو موشي ومكوزي وشرابا وشتاجدي غاتينغو بونو دايو اميري حاجاتي يكتيري كده ميري ابانا نباجيريا ngatumanya jiride omugambo omugambo otya omugambo otya ajati fi lughati alarabiya ojamugamba nti ukila ta'am mani ladhi akalahu ghayru musam lam yusamma fa'iluhu na'am muchitegede نعم طيب الثالث كاتي تينا الفاعل والمفعول الذي لم يسمى كاتي اوكسة المبتدا وهو الاسم الذي يقع في اول الجملة او الاسم الذي نتحدث عنه مجربة مبتدا نيابير مرفوع وشتاكد دي tetusanga elinya ku ntandikwa noli noyogera oba kati olaba nti Allahu khalaqa as-samawat wachiraba fa Allahu huna mubtada ra'aytum idha waqa al-ismu fi bidayati al-jumla fa al-ismu yakunu ma'adha mubtada na'am wa khabaru kati mulaba khabaru خبر مثلا محمد رأيت نائم رأيت هذا هو الخبر الذي يتكلم عن هذا رأيت ما يتم به معنى الجملة رأيت محمد نائم كتي نخبر وبرأتي مرفوع رأيت خبر أجا نجزا أما كل قاتي سنغو قامانتي طعام محمد وشربا لذيذ رأيت أين المبتدا aa kati wano taamu ye mubtada raaita ono mudafu wa mudafu naha lazizun maha ono jaa hadha mudafu wa hadha mudafu ilai majiruu wachilaba abamu balo zanti oruvu wako mubtada jada ilikiti kuchi kukhabar la mwichilaba wanembozi tewedeyo katotuyinza muita khabar kubanga labudda khabaru okubeeranga amakulu gakola ki gajjula afahimto kati wantuga man taamu muhammadi emere ya muhammadi ebadde ki lazibu kati ono yenyini ye mubtada ono mudhaf ilayhi
ما ها نعم احسن لا اذا وقع الاسم في البدايه نعم في بدايه الجمله لازم ان تكون مرفوعا مرفوع مرفوع اي كبانجي لتجندو كوغيراكو نعم نعم واسم كان واخواته اسم كان رايت كاتي وليت غامبي انت محمد نائب وكلابا كاتي انه ابيراكي وهذا خبر نبغي تويينجيزاكو كان او احدى اخواتها تجاغامانت كان ono nabira marufuo raita ono nabira chi mansub afahimtum kati ono tubate tuchamuita mubtada wabula tumuita ismu kana raita ono nabira khabaru kana kati ismu kana nabira marufuo khabaru kana nabira chi mansub raita kati erachova Allahu ghafurun nebo gamba kana Allahu ghafurur rahim aha duacho gambia ghafurat kubango uno khabaru kana raita katu marfuat alasma eh aha ya uli khabaru nabirachi manso katuina meka tano esoka fa'il ayokubiri المفعول الذي لم يسمى الثالث المبتدا الرابع الخامس اسم كان واخواتها تجا كزيلا بمبجوف نعم اها وسادس نعم خبر ان كتشينو تشيري عكس الاول ايه كتشينو اوبوزيتي يا تشيري كتشوالي بوتشيبانغا bwetubadde tuyingizaako kaana nga ono ismu kaana abeera marufu khabaru kaana nabeera ki mansub kati wano tugenda gamba nti inna muhammada ono ismu inna abeere maki mansub ate khabaru inna abeere ki marufu araaito kitegerekese ezo tujja ziraba inna annaka anna laita lakinna ni laalla raaita wategerekesawo ba sheikh kati wano walitugambye ismu kana wa akhwatuha raaita kati wanutugamba khabaru inna raaito naam naam wattabi'u attabi'u chebaita al ismu al mushariku lima qablahu fil i'rab lirinye rigoberera kweri lirikulembedde mu i'rab mwetuina sifa aha annat aha tujja kubira ba anaatu wa tawkid wal atf wa madha wal badal raaita izo zitawabia chitegere kiso ba sheikh naam الفاعل في اللغة من قام به الفعل من قام به الفعل ما هو الفاعل في اللغة من قام به الفعل او يوغوتشي ميريدكيتشي ايتشكوروا بمعنى اتشيميريزاو افوس انسونغا يا تشي في اللغة رايت من قام به الفعل نعم فإذا قلت فإن زيد قائم زيد فهو في اللغة فاعل كاتي وانو أولابا زيد قائم رأيت بچيبا مرورمي ونو أجاكوبا زيد الذي قام به الفعل رأيت فعل القيام ne tujja kiraba
الفاعل من اللغة العربية اصطلاحا وما المصطلح عليه عند النحاة رأيت كاكاتي وانو زيد قائم mubutufu yabakoze omulimu gwo kuyimirira mukiraba era mululimi ono ya yakoze omulimu gwo kuyimirira araito naye eri abamanyi banahawu ono tabira fa'il araita kulwensonga ismu jaa fi awali madha kati ismu bejja fi bidayati jumla tujitatte mubtada araito kati onajja kuba khabar fahimto bi khilafi ngena maso zaidun mayitun eh kuba anga ogamba mata zaidun araita madha bi anna al fa'il fi lugha am min al fa'il fi al istilah kati al fa'il fi lugha am ekigambo aamu kitegeeza nti kino kibuna oba kigazi fahimto alfa'il fi lugha aamu naam maha araaitu man huwa alfa'il fi lugha kullu man qama bihi alfi'l sawa'u mubtada aha ismu kana au ismu inna au ismu kana au ismu madha abubu nabayitibwa fachi bafa'il fi lugha al arabiyya fahimtum naam amma fi al istilahi al fa'il huwa ismu mafu kati olaba al fa'il fi ismun marfu'un aha al madhkur المذكور قبله فعل المذكور قبله مجرب بشيخه قد اسم كيف تتجيزه انت الفاعل اتيك وكوبا اسم لا يمكن ان يكون فعل رأيت سواء اسم طيب مرفوع اتيك وكوبا شيء سنغو غامبا خرج من زيد رايت كاتي اون زيد اتيكي دو كوبا مرفوع رايت ماها المذكور قبله ماذا فعل رايت اتيكي دو غف يا ازر فنيما لو فعل ني سنغو ليا جانا غامانتي زيد خرج huyo si fa'il inda nuha aha kati waga nti almadhkuru qablahu fa'il bima'na fal fa'il la budda an ya'ti ba'da al fa'il la ya'ti qablahu ra'aytu kati bwechicho bwechiri ismun marfu almadhkuru qablahu fa'il ra'ay naam ehe nainga nga wa fa'il katali marufu nga katika Allah wa yagama ati Allahi lazi ya khalaka ayo yalitabi uyeri atufu bayani ochilaba ochilaba kubanga aya ya vayi mnawigange gambetia siraati al-azizi al-hamidi ochiraba siraati al-azizi man ahman huwa al-azizi al-hamid allahi ochiraba kati echo chali chiyunga kweli naam نتكلم عن الرجل الذي خرج من قبل نتكلم
أن الرجل الذي خرج من قبل آها كتي بنوحات ونهيو مفهومية بمفهومية آها كتي أو أجاكبير الفاء الضبير مستتر تقديره أتى وباف وسمى مفهول به وربما كتي نتكلم عن الرجل عن حرف الجر والرجل مجرور الذي اسم الموصول اسم الموصول الاسم الموصول فهمت الذي كتي خرج بعد فعل وتكدوك باو فاعل كتي او جاكو غمنت هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعم آه نعم تلف النبا شيخ الفعل الذي ذكر قبله نعم الفعل الذي ذكر قبله نعم خرج به الفعل الواقع بعده آه خرج وشربا تشيو الرجل الذي خرج به عن الفعل الذي نتكلم عنه بعد نعم فلو قلت نعم فلو قلت آه. زيد قدم لم يكن زيد فاعل آه. زيد قديم قديم زيد قديم كتي او تتغام انت زيد فاعل مقدم لا تقام أنت زيد مبتدا قديما فعل ماض مبني على الفتح أين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة إنه قام في محل رفع كمانجا أبو يقولك إنه كتي أفوس خبر وزيد شيء تقولك سوبا كتبوا جنبا زيد قديما وش لبا زيد مبتدا رأيت مرفوع علامة رفع الضم مجربة قادم فيه ماضى ماضي إيه؟ مبني على الفتحة أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو قد إنه جملة خبر يا مبتدون مجتقد خبانك لا يتقدم الفاعل عن رافعه رأيت فاعل تصبر كل بلا رافع وي كي تقرك سبا الشيخ نعم وإذا قلت قدم زيد ماها صار زيد آها فاعل كتياو لماذا لأنه اسم مرفوع هو الاسم المرفوع المذكور قبله ماذا المرفوع قبله الفعل رأيتم شتى جركسي شيخ شتى جركسي انت تشي صبوكا كبيرا فاعل انت يا كلين بد فعل اها كي كاتكسيغا اوفون امبوزي نيغاما جاء زيد كات جاء يا كلين بد زيد يفاعل ناتا سيغابا شكولا فايسي فاسا دبا غابا زيد جاء وشربا ونابيرا مبتدا جاء في رماد مبني على الفتحة أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من فعل وفاعل خبر واشري آها نعم شي تقرأ كسبا شيخ نعم لماذا لأن في الأول زيد قدم لم يذكر قبله فعل زيد قدم لم يذكر قبله ماذا فعل نعم وفي الثاني ذكر قبله فعل آها وفي الثاني ذكره قبل ذكر قبله ماذا فعل شيخ تلفنا دبانغا كوي نعم إذا نرى محترزات التعريف نعم نرى محترزات التعريف ولو بيجام نبي انجزام بيبلو بيفام
الاسم اها خرج به الفعل محترزات تعريف الاسم لو ذكر الاسم واخرج ماذا الفعل رايت والحرف فالفاعل لا يمكن ان يكون الفاعل حرفا ولا يمكن ان يكون فعل وانما لابد ان يكون اسم رايت وقمت اسم نعم وغامانتي المرفوع خرج به المنصوب والمجرور أبافا مكبانغا الفاعل اسم المرفوع نعم مجزوم كلوينسون انتوا غامينتي الأسماء لا تجزم نعم المذكور قبله فعل نعم المذكور قبله ماذا فعله نعم به ما ذكر بعده فعليه نعم فعله فلا يكون فاعلا نعم إذا قلت يذهب يقوم يقوم فاعل لا نعم لماذا لأنها ليست اسما لأنها ليست اسما نعم يذهب إلى السوق إلى فاعل لا لأنه ليست اسما أرأيت؟ نعم إذا قلت أكل زيدا لا نقول زيدا فاعل لأنه منصوب نعم زيد قدم ليس فاعلا لأن فعل متقدم عنه قال وهو على قسمين يعني الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر ومضمرين فاعل وصبره كبير اسمه رضا ظاهر نقبو غامبا أنت قال محمد رأيت أبو غامبا قلت وشربا كت إن الضمير أفهمتم أعطونا محمد اسم ظاهر نعم نعم الظاهر الذي أظهر والمضمر الذي أضمر الذي أضمر أي أخفي فلم يبدو فلم يبدو وما فلم يبدو فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ولبا قام قام زيد وشربا هو زيد عليكي اسمه اها يقوم زيد وشربا هو فاعل يقوم الزيداني رأيت وقام الزيدون ويقوم الزيدون رأيت نعم ويقوم لوزا موازيني يا تشابوز نعم لما جزاه الله خيرا اكثر من الامثله لان الكتاب الكتاب كلما أكثرت عليه الأمثلة رسخت العلم العلم نعم نعم توكم حديثي موازيني تتلا بك نايدا شيكي برا غطا قلتنا باتو فنية chance. Como é que